تعالى اما نشوف ايه الكنافه بتاعتي. ايه الكنافه بتاعتي يا ياسر؟ بص يا ياسر، طلعت من الفرن خدت اللون ده بعد ما سويتها في الفرن قدامك اهو، بتتسوى تاخد اللون قدامك، بص عليها في الفرن، وبعد كده تعالى اما نشوفها في البول. تطلع من الفرن سخنه قدامك، اتحمصت الكنافه، اتحمصت الكنافه. تعالى ناخد دي، اديها شربات تقيل بارد. قدامك اهو التفاصيل اهو. تعالى بقى ادلع العيال. ادلع عيالي بايه يا عم حسن؟ بص بقى، شويه فاكهه مشكله كمبوت، عندك شويه مشمشيه يا دلعه، شويه قراصية يا حركاته، شويه تين يا تفاصيله، شويه بلح تمر، شويه كريز احمر، شويه لوز محمص، شويه بندق محمص، شويه فستق محمص، شويه جوز الهند محمص يا ياسر. كل ده يا حسن؟ استني بقى، ده لسه التقيل ورا. قلبي كل ده في بعضه، دخلي كل ده في بعضه. هتدخلي الكنافه في كل الفواكه اللي حطيناها والمكسرات اللي حطيناها والشربات اللي حطيناها، كل ده قدامك اهو، دخلهم في بعض. قدامك التفاصيل اهو، دخليه في بعض. هتشوفي محتاج شويه سيرب تاني. بص يا ياسر، شويه سيرب تاني اهو. ودخلي كل مكوناتك في بعض. السيرب ده هيعمل ايه يا حسن؟ يا عم شريف وكل اسيوط. يا فندم. السلام عليكم يا عم شريف يا غالي. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا عم شريف. وانت طيب يا باشا. هات لي بولات تانيه مختلفه. صباح الفل يا عم شريف. صباح الفل. ممكن بس صباح الفل. المكرونه البشاميل بس ممكن. حاضر. المكونات الثانيه بس. حاضر، من عندي قبل العندي. تحت امرك يا عم شريف، تحت امرك. تعال بص، اي فورمة عندك حط فيها الخليط بتاعك ده كله اهو، زي ما انت شايف كده اهو. املاها، املا اهو يا ياسر، املا يا ياسر، املا يا ياسر. واعمل ايه؟ تعال اهو يا ياسر، تعال يا ياسر، تعال يا ياسر. اضغط، حط اهو، حط واضغط عشان تتماسك الشربات اللي انا حطيته، يطعمها ويخليها تتماسك مع بعض. الطبق اللي هقلب فيه حسن، زي ما انت شايف كده اهو، الطبق اللي هقلب فيه بسرعه، زي ما انت شايف كده قدامك اهو. يلا طبق، سيب ده، واحده واحده كده اهو قدامك اهو. اكبس 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 عشان تتماسك كلها مع بعض بقوتك كده. وبعد كده يا عم ياسر اجيب الطبق اللي انا هقلب فيه اهو. تعالى بقى كده يا عم ياسر، قدامك التفاصيل عشان نفكها من القلبة بتاعتنا. يبقى الاسكالوب في الزيت، المكرونه بشاميل في الفرن، عندك زي ما انت شايف شوربه البصل، وادي عندك اهو الايه الكنافه بتاعتي. تعالى بقى كده يا عم ياسر وشوف التفاصيل، يا حركات يا تكات. وبص عليها من فوق ودلع، بص عليها من فوق ودلع، وبص ودلع.